صراحة واتكلمنا على الإحباطات، بس هسأل بقى على حاجة مهمة قوي، على الفشل. يعني أنا من البليفرز إن الفشل ده حاجة حلوة قوي. How do you feel؟ طبعا مفيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها lessons learned. هتحصل مشكلة هتتعلمي منها، ما اقول لا هنكبر ازاي، يعني ما فيش حد ناجح طول الوقت على هنقضيها نجاح. خلاص يبقى ما عملناش حاجة، ده انت طول في اليوم بتاعك في لحظة كده بتبقي very down، ده النهار انا عملت ده غلط النهار، بس هتتعلمي ان انت بكره ما تعملوش غلط. فطول اليوم في لحظات نجاح، في لحظات اخفاق، عشان ما بحبش كلمه فشل، لان لو تسرب لينا كلمه ان احنا بنفشل يبقى صعب ان انت تقلبيه بوزيتيف تاني. اوكي، فلا انا تشالنجينج، يو ار تشالنجد، تنجحي. في وقعات لازم نقوم. I have a colleague معايا، المسج اللي بنديها للناس ان احنا النهارده واقعين بكره قايمين قايمين، وفريش، دي مهمة قوي. دي مهمه قوي. It takes how much internal power. صعب، مش سهله، بس at least ندي positive messaging ان احنا we can do it again. وش بمناسبة الحاجات اللي أمرة بتتقال، بقى هسأل سؤال. As a leader، في ساعات بتبقي منهارة وحاسة انه انا مش قادرة، but you have to come in and smile and pretend that everything is صح، احنا ناجحين جدا، احنا اشطر ناس، انا مش حاسة بأي دي موتيفيشن عشان السبورت اللي معايا انهم يسخنوا معايا. يعني انا بشوفها بوش، ما دي ريسبونسبيلتي على ليدر. انا عندي مشاعر، عندي مشاكل، عندي تشالنج، الموضوع صعب، هنعرف نخش ننجح فيه ولا لا. انا التيم سبيريت لازم يبقى دايما. انا اي اسك ذس كويستشن لان احنا معانا ناس من اول فاوندرز وسي اوز لغايه ستودنتس. اوكي، فانا اكشلي السؤال ده كان للسي اوز والفاوندرز، انه ساعات ما احنا بني ادمين، يعني لا على فكره if you think that the leader is not a human being. لا، هو انسان تعيس. احنا we're not machines. لا it's not تعيس. We're not machines. ده احنا عندنا الكم المشاعر اللي بتبقى حاصله في لحظات مختلفه في الحياه وفي اليوم، وعليكي responsibility ان انت still تكملي. It's very high. فاحنا عمر ما الليدر يبقى ما يبقاش انسان، يعني we're not machines. We are humans. والhuman being ده عنده متطلبات وعنده يعني ده بيعمل حاجة كويسة، ممكن يعمل حاجة تبقى مش ناجحة قوي. إنما الخطر بقى إن الليدر ما يعرفش، هو ده الخطر. فهو keeping up with the challenge and the environment وحياتنا is extremely important. ممكن نيجي على نفسنا شوية علشان نشد اللي حوالينا. يعني this is what keeps us going. صح، أنا أجري. So you believe إن الفشل بيولد النجاح أو ال obstacles. It's a step. Okay. It's a step. مفيش حد فاشل طول الوقت، مفيش حد نجح طول الوقت. It's a step towards more success. خلينا نقولها كده. طيب.